الحقيقة أنا فخور جدا النهاردة إن أنا موجود في بطولة أفريقيا المفتوحة للقارة الكل. الفخر ده نابع من إنها أولا على أرض مصر، فده شرف لينا. الحاجة التانية اللي كان حلم بالنسبة لنا الاتحاد المصري تكونه إن إحنا نجتهد. إحنا بقالنا سنة المجلس الجديد الحالي الموجود ما كانش فيه قبل كده نشاط القارة منتشر في المحافظات ولا في الأندية. طبعا بدخول البارا تايكوندو ضمن الالعاب البارالمبيك في اولمبياد طوكيو 2020 كان لازم نتحرك بسرعه جدا ونجهز فريق مصري يبدا ياخد فرصه في الاستعداد وان شاء الله في التاهيل، وبعد كده ان شاء الله يقدر يجيب ميداليه في التايكوندو زي ما دايما لعيبه التايكوندو بيساعدوا المصريين في اولمبياد الاصحاء. ان شاء الله في البارالمبيك يكون لينا بصمتنا. طبعا الوقت كان ضيق جدا، حرصنا ان احنا نبدا البدايه العلميه الصحيحه. جبنا احد الخبراء الدوليين استضافناه في مصر فورا، عمل دوره للمدربين لان ده البدايه للمدرب يفهم ازاي يمرن البارا لعيبه البارا، واعقبناها بدورات للحكام للتحكيم عشان نبدا النشاط في مصر، وحفزنا الانديه واعتمدنا البارا كنشاط رئيسي في الاتحاد المصري للتايكوندو، وابتدينا نشجع المدربين والانديه انها تشترك، وعملناها الاشتراك مجاني بدون اي مقابل عشان نشجعهم، ودورات مختلفه زي ما انا شرحت. بعد كده طبعا بعد البطوله الافريقيه عملنا تصفيات، ما لحقناش نعمل بطوله الجمهوريه، لكن عملنا تصفيات التقينا اكثر العناصر المبشره بالخير ودفعنا بيهم كلهم 14 لاعب ولاعبه، وده رقم كبير طبعا. وعملنا حاجه جديده لان المدرب بيبقى مرتبط باللاعب بتاعه، في اللاعب اللي هو سليم، فاللاعب اللي بيبقى عنده تحدي او اعاقه بيبقى اللاعب مرتبط نفسيا بمدربه اكتر، ان هو اللي قدر يوصله من حاله بيعتبر نفسه غير قادر انه يتحرك، وصل لحاله انه يضرب ويدافع عن نفسه وياخد حزام عالي ويلعب رياضه ويبقى لاعب وكده، فبيبقى مرتبط جدا بمدربه نفسيا. فخدنا قرار، ودي اول مره تتعمل، ان احنا جبنا المدربين بتوع ال 14 لاعب قلنا لهم كلهم هيبقوا مدربين مصر، كلهم دخلناهم في المعسكر وحضروا البطوله وحجزنا لهم مع اللعيبه في الفندق الخاص بالبطوله وسافروا مع اللعيبه، وكله لابس التريننج سوت اللي عليه ايجيبت تكريما للمدربين. والحاجه الثانيه علشان ما نفقدش القوه بتاعت الاتصال بين المدرب واللاعب، يبقى هو اللي قاعد بيكتشله في الماتشات فيديله التوجيهات الصح، لان مفيش وقت ان احنا نبني العلاقه دي مع مدرب منتخب مصر لسه. والحمد لله انا شايف ان الولاد طبعا الفرق كبير جدا في المستوى، يعني دول ولادنا مش اول احتكاك للدولي، لا ده اول احتكاك ليهم عالم، لا اول احتكاك، هم ما احتكوش في مصر اصلا، هم يا دوبك صفوا بينهم وبين بعض، كل واحد لعب ماتش او ماتشين بالكتير، ده اول احتكاك في حياتهم مع ابطال عالم. وزي ما حضرتك عارف احنا الناس جايه لسه من بطوله العالم من تركيا على مصر اكيد، فدول ابطال عالم في البار، وحزامه اسود وبيلعبوا حزامه ازرق مصريين، يعني فرق رهيب في المستوى وفي الخبره وفي الاحتكاك، والتانيين معديين القلق النفسي ومعلقين ميداليات عالم قبل كده، ومع ذلك ولادنا في منهم اللي كسب وفي منهم اللي لعب كويس وما خافوش وضربوا وضربوا واستحملوا وواعدين. الحقيقه انا فخور بيهم جدا، وفخور بلجنه البارا برئاسه الدكتوره سحر عبد الحق، هي عامله مجهود كبير جدا هي والمجموعه الجميله اللي معاها، ويعني بندعو ربنا ان دي تكون الشراره او البدايه، ان احنا بنحط الخطوه الاولى السليمه للبارا تكون في مصر انها توصل انها تجيب ميداليه اولمبيه باذن الله ان شاء الله.